اهلا بكم من جديد كل احبابنا المتابعين لبطاقة حب للجميع. لازلنا نقدم لكم هذه البطاقة بعنوان بروفيسور قاسم بدري. اهلا وسهلا بك من جديد بروف. مرحبا. قبل الفاصل يمكن سالي كان سالت عن موضوع انا اللغة انجليزي الانجليزية وما الانجليزي واصرارك وكذا، على انا تمسكك باللغة هو الانجليزية. الحقيقه ما اصرار ولا تمسك، لكن وشوفي انا كان يعني دائما بقول انه التعليم بلغه الشخص طبعا اسهل للزول، بيفهم احسن يعني، لكن كمان اللغه الانجليزيه بقت اللغه العالميه للعلم لاي شيء. يعني بدون حساسيات بتاعت ده واقع يعني يعني مستعمر حساسيات وايوه ما عارف شنو كده الى اخره. فالتعريب المشكله بتاعته انه ما قوى اللغه الانجليزيه في نفس الوقت، وخلى الطالب انه يكون متمكن من اللغة الإنجليزية ومن اللغة العربية، وبالتالي أنه ما بتكون في إشكالية في أنه يقرأ الكتب أو يخش النت ويقرأ أي حاجة باللغة الإنجليزية وكده. دلوقتي نحن حرمنا أولادنا وبناتنا من كثير جدا جدا من المعلومات اللي موجودة باللغة الإنجليزية، لأنه أصبحوا ما بيقدروا يتعاملوا بها، يعني إلا الزول كابر ساكت ويقول أنه، لكن الحاصل الواقع والحاصل دلوقتي انهم هم يعني اولموست زيرو في مساله اللغه الانجليزيه دي، وده انا بفتكر انه يعني ظلم في حقهم. المساله ما مساله انه اللغه العربيه كويسه ولا بطاله ولا كده ولا لا، اللغه العربيه طبعا لغه مش مساله عالميه وبس، لكن لغه كبيره جدا جدا، لغه فيها كل الامكانيات انها تعمل اي شيء، لكن ما عندنا نحن الناس اللي بيقولوا انه مثلا ناس بقوميات صغيره جدا جدا هولنديين مثلا، ما في زول بيتكلم لغتهم غير انهم وبيدرسوا بلغتهم في جامعاتهم، بيدرسوا بلغتهم، نعم بيدرسوا بلغتهم، لكن اذا مسكت اي واحد من الطلبه اللي بيقروا في الجامعه بيعرف انجليزي زيه زي اي انجليزي تاني، ولو مشيت المكتبه بتاعتهم دخلت المكتبه في الجامعه بتاعتهم بتلقى الكتب كلها او جلها باللغه الانجليزيه. فهم ما اتحرموا من معرفه اللغه الانجليزيه، لكنهم بيدرسوا بلغتهم، واي زول زي ما انا قلت بيدرس بلغته احسن، ما في كلام في ذلك، يعني بيفهم احسن وبيستوعب احسن وبيستوعب اسرع والى اخره، لكن كان يكون برضه في يعني إذا ما كانت يقوي اللغة، خصما على اللغة يعني الإنجليزية كانت تكون يطوروا اللغة الإنجليزية، المناهج بتاعت اللغة الإنجليزية صحيح، المدرسين بتاع اللغة الإنجليزية في المدارس وكده يعني. ففي مش في إشكالية لغاية دلوقتي، الإشكالية دي قائمة قائم يعني، وحق الناس يعني تعيد يشوفوها، النظر يعني يشوفوا نعم. أنه يحسنوا اللغة الإنجليزية كيف في المدارس، لأنه هم أنا قريت الكتاب بتاع اللغة الإنجليزية ده اللي اسمه سباين، الكتاب ده ما فوقه مشكلة يعني، إذا أصلا هم بيعرفوا يقولوا الكلام ده. أنا بستغرب أقول لهم طيب إذا قروكم إسبانيا تجونا هنا ده في الجامعة ما بتعرف إنجليزي كيف؟ مفترض أنكم تكونوا بتعرفوا، يظهر أنه في مشكلة في تدريسه ذاته، يمكن ما بيتم لهم المنهج وإلى آخره. فيعني مشكلة في حقيقية في مشكلة وزارة حقيقية. اللغة بعدين الإنجليزية. مسألة اللغة دي ما أصلها أداة، يعني إذا أنت الأداة بتاعتك ضعيفة زي السكين، إذا أنت بتقطع اللحمة بتاعتك بسكينة ميتة بتجغمسيها وبتسويها تاخذ وقت صحيح. يعني الأحفاد هذه المؤسسة التعليمية المتكاملة، وأنت باعتبارك واحد من أبناء والقائمين عليها، كيف ترى هذه المؤسسة؟ كيف أرعاها؟ كيف تراها؟ أراها كيف أراها؟ والله شوف يعني أي حاجة طبعا الإنسان بيطمح لحياة أحسن، فالطموحات أكبر من الواقع، ونحن دلوقتي يعني بنحاول انه نخش في المساله بتاعت العولمه دي والانترناشوناليزيشن، وده معناته انك انت يعني تكون في مستوى الجامعه، تكون في مستوى بتاع الجامعات الاخرى، بمعنى انه انت الخريج بتاعك ده اذا مشى اي جامعه يعمل دراسات عليا فيها ولا يعمل اي حاجه هو مؤهل، ما بتقابله مشكله وكده. فدي الحاجه اللي دلوقتي نحن يعني محاولين انه
يعني نطور المناهج بتاعتنا ونطور المعينات بتاعت التدريس نفسها، والبيئة الجامعية تكون بيئة كويسة. فدي كلها مسائل مهمة جدا جدا من ناحية. ومن ناحية تانية برضو التطوير بتاع أعضاء هيئة التدريس نفسهم وكده، فدي برضها من النواحي المهمة. فالواحد يعني قاعدين في المسألة بتاعت الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة، برضو احنا بنحاول دلوقتي اننا يعني تطور الحتة دي بتاعت البحث العلمي والدراسات العليا فيها وكده. نعم. طيب بروف، يعني منذ بداية الفكرة على يد الشيخ بابكر بدري في رفاعة، وجاءت أساسا الفكرة بتعليم البنات تحديدا، واستمرت وتطورت بعد ذلك في أم درمان حتى وصلت المرحلة الجامعية، لكن في ثانوي للأولاد والبنات لغاية المرحلة الثانوية، يعني حتى الأولاد موجودين، لماذا لم تفكروا بإنشاء جامعة عامة تشمل الطلبة والطالبات؟ بنات والأولاد لأنه البنات للسعودية مظلومات، مع أنه العدد بتاعهم فاق دلوقتي. يعني في 10 سنين الماضية دائما القبول في الجامعات كلها البنات أكثر من الأولاد، لكن برضو البنات لسه دي يعني محتاجين لدعم، وخصوصا في المجال بتاع الدراسات العليا وفي أنهم يتبوأوا مناصب برضو عليا في سواء في الدولة أو في المؤسسات العامة. يعني المرأة السودانية مع انها بدت بدري جدا جدا في العمل العام، يعني من اول مدرسة بتاعت كلية المعلمات اللي بتخرج معلمات بدت في العشرينات، لكن لغاية دلوقتي حتى في المجال بتاع المعلمات دي الرجال هم اللي ماسكين المناصب العليا، وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة وإلى آخر كله، الناس السينير كلهم من الرجال. في المجالات الأخرى برضو نفس الحكاية. فالمرأة لسه عادية دائرة. فالعفات يعني كمؤسسة للمرأة بفتكر أنه حقها تبقى كذلك إلى نبي تحقيق الاكتفاء لغاية ما نشوف. طيب يعني الشيخ بابكر بدري رائد التعليم، تعليم البنات في السودان، وانت واحد من احفاده، ماذا يمثل لك هذا الشيخ؟ والله شوف، انا دائما بقول الشيخ بابكر ده راجل يعني متعدد الجوانب ومتلقي حجج، يعني اساسا كيف يعني متلقي حجج؟ متلقي حجج يعني شغلانة بتاعت تعليم المرأة ذاته في الوقت ذاك، ما دخلته في مشاكل كثيرة جدا جدا، وهو يعني في غنى عنها، يعني إذا كان ما متلقي حجج. ورثتوا منه الحتة دي ولا لا؟ متلقيين حجج؟ والله غايته. هم لسه معصين في نفس المسألة يعني. ونحن لسه هذه يعني في يعني الأحفاد لغاية دلوقتي بالنسبة لكثير دولي وبعض الناس انه ما يعني ما مفهومة هي بتعمل في شنو. يعني اتذكر مرة جاء واحد من التعليم العالي بدري الكلام ده اول ما قامت الانقاذ دي، فقال للعميد يوسف بدري انه عاوزين نشوف امر التأسيس بتاعكم، فقام قال لنا احنا يعني كل ما تجي حكومه جديده نفهم الاحفاد دي. نعم. طيب رفاعه هي اساسا مسقط راس الشيخ بابكر بدري، ويعني هي الاصل، فيها الاسره الممتده، يمكن صلتكم انقطعت بها منذ فتره طويله من وقت ان جئتم الى ام درمان، لكن ما ممكن ما نتحدث عنها. فبماذا ترتبط رفاعه في مخيلتك بروف كاسم بدري؟ شوفي، انا الرفاعة طبعا يعني الانسان طبعا بيكون بحن للحتة اللي تولد فيها وتربى فيها وبيعرفها وكده. انا الرفاعة الحقيقة ما شفتها الا في سنة اواخر الستينات، مشيت لزواج زميلنا اسمه عبد الرحيم محمد حامد، استاذ كان معانا في الجامعة الامريكية في بيروت، ولما نتزوج زعانا مشيت، فمشيت يعني زول كبير يعني.
متخرج من الجامعه كنت اوريدي وكده، فده اول مره اشوفه كان رفاعه. ف يعني ما يزعلوا مني ناس رفاعه على هنا. فرفاعه يعني كانت بالنسبه لي يعني زي غريه يعني ما يعني الواحد بيسمع رفاعه 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 ما فيها شيء يعني. يعني الذكر انت متعود على مدرمان. اتذكر الوقت ده كانت فيها شارع زلط واحد، وبعدين احنا مشينا في خريف. فالخريف هناك بيختلف من خريف مدرمان. اتذكر صبت مطرها شديده جدا جدا يعني كانت دم خوفتنا. فالشاهد انه يعني انا زمان دائما بشاغل امي اتولدت في رفاعه وتربت في رفاعه وتزوجت في رفاعه وجات ام درمان وكده، فدائما بشاغلها اقول لها انتوا يا عرب رفاعه. تقوم ترد لي تقول لي اندخر لك. انا ما اعرف اندخر لك دي انت تعرفها يعني شنو يعني هناك كده بالنطص فيك يعني. ما سأل في ام درمان. نعم. يعني بروف طيب لو تكلمنا عن دراستك انت ورجعت بيك، انه انت قريت من الروضه حتى الثانوي في الاحفاد، ليه يعني ليه ما الاسره نقلت يعني ما فكرت انك تطلع من عباءه الاسره الى مدرسه اخرى؟ ودائما بيجي وقت يعني الشخص اللي بيكون محاوط باسرته من كل اتجاه لازم يحاول يخرج يتمرد شويه. ما حصلت لك الحاجه دي؟ حاولت تتمرد من الاحفاد وجو الاحفاد ومحيط الاسره؟ ابدا الغريبه. ويعني انا دائما يعني بفتكر انه ما هو اذا كان انت عندك حاجه وتمشي تشتري من الدكان الثاني معناته حاجتك بطاله يعني ما راضيها لاولادك يعني مش كده؟ صحيح. اذا ما راضيها لاولادك ما كيف ترضاها لاولاد الناس الثانيين؟ فدي الحكايه يعني انه الاحفاد طالما في المدرسه الاحفاد ما في بعدين دي ما انا برايا يعني كثيرين من الاسره حتى منهم اللي مشوا اتقبلوا في مدارس حكوميه جو الاحفاد يعني. نحن طبعا زمان ذاك في التعليم كان في امتحانات اربعه 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 بعد اربعه ابتدائي في امتحان اللجنه بعد اربعه وسطى في امتحان اللجنه للثانوي وكده. فالناس كانوا المدارس كانت شويه والمنافسه كانت كثيره والناس يخشوا بالنمر. فنحن عندنا الاحفاد هو الواحد جاب النمر لما جاب النمر بيزقوه فيها ويمشي. بالتالي مشت الحكايه. طيب بروف يعني زي ما انت قلت ما زلتم مهتمون بتعليم البنات في الاحفاد وان شاء الله حتواصلوا على كده، والاحفاد معروفه بانها يعني بتناقش قضايا ما كل المجتمع بيقدر يتحدث فيها بصوره واضحه، من ضمن هذه القضايا هي التمييز المبني على النوع والجندر وكذا. البعض بيتهم الاحفاد نفسها بانها هي قائمه على التمييز بناء على النوع لانها هي جامعه للبنات فقط وتستاثر بالتعليم العالي لشريحه البنات فقط، ردك على هذا الاتهام؟ هاي المقبل قلت لك البنات مظلومات. ما ده نحن دلوقتي بنعالج في الظلم اللي حصل على البنات. لكن بعض الناس بيقولوا انه الكلام ده كان يمكن على زمن شيخ بابكر بدري ويمكن سنين فاتت، لكن الان البنات اخذوا كفايتهم. والله لقيت دلوقتي شوفي هو في يعني في تمييز ايجابي زي ما بقول التمييز الايجابي اللي هو حصل مثلا في نضرب مثال بامريكا في حاجه عندهم اسمها التمييز الايجابي اللي هو افيرماتيف اكشن بالنسبه للسود انه بيجوا يدخلون في الجامعات بنمر اقل من البيض معاهم كده حتى انه لانهم انظلموا من زمان وما عندهم الفرص فدارين يلحقوهم وكده. فنفس الحكايه هسه البنات الناس دارين يلحقوهم. ده جانب. الجانب الاخر بتاع انه ليه الاحفاد تستمر بنات اذا اعتبرنا ذاك تاريخ ليه الاستمراريه هسه دي وفي ناس بيقولوا انه ما هو البنات دخل الجامعات باكثر من الاولاد وكذا ما في سبب. السبب الثاني انا بفتكر الاستمراريه انه يعني المؤسسه لما تكون فيها بنات براهم البنات بيتميزوا او بتظهر فيهم يعني القيادات الروح القياديه والعمل الاعتماد على النفس والحياة الزيدية وأنه عندهم حرية في أنهم قاعدات في فصل براهن يتونس زي ما عايزات ويتكلموا زي ما عايزين، ما في الضغط بتاع وجود الأولاد معاهم وكده. فدي برضها يعني مهمة. وبعدين في ناس برضهم لحاجة هسه دلوقتي يعني أسر بتحب أنها تكون بناتها
يجروا في مؤسسة غير مختلطة. فدي كلها يعني الأحفاد خادمة كل ال ممكن في أولاد يقول لك 200 داري ترفع الظلم بتاعنا إحنا. ما هم عندهم الأولاد، هم الأولاد أصلا بيبقوا سجمانين على أي حاجة. أخير البنات. طيب بروف، برضو في تساؤل تاني مطروح، لماذا لم تنتشر الأحفاد في الولايات بالرغم من أنه تنادون بتعليم البنات في القرى وفي الأرياف؟ هو طبعا في الحكاية إمكانيات برضو. طيب. في النهاية إحنا ما عندنا لا إمكانيات بشرية ولا مادية عشان نقدر نعمل فروع وكده. ما كان ممكن يكون في اي يعني شريك يكون داخل مع الجامعه لي... ما دارين شريك. لا، هي الاحفاد ما شركه يعني. يعني 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 المفهوم العام عن الاحفاد انها يمتلكوها آل بدري. فده ما ده ما حقيقه. يعني الاحفاد ما عندها مالك. الاحفاد اللي بيملكوها هم مجلس امناء الاحفاد، اللي هو ده ملكيه قانونيه وليست ملكيه منفعه. وانما هم الجهه المسؤوله عن اداره الاحفاد، المسؤوله عن مخاطبه الدوله، الدوله بتخاطب مجلس الامناء. يعني ده زي ما بيقولوا القانونيين الشخصيه الاعتباريه. طيب شراكات مجتمعيه مع وزاره التعليم، مع مؤسسات منظمات مجتمع مدني وغيره؟ جدا. هو نحن يعني بنساعد المؤسسات الاخرى لما تطلب منه. بعدين الحكايه في الاحفاد من زمانك، يعني من بدري. التعليم الاهلي طبعا ايام الانجليز كان التعليم ذاته محدود، الحكومه كانت بتفتح مدارس محدوده جدا جدا. فالتعليم الاهلي انتشر في 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 السودان كله تقريبا، وكانوا الاهالي او اعيان البلد بيعملوا لجنه، واللجنه هي اللي بتعمل المدرسه وكده، وبيجوا للحكومه على اساس ان الحكومه تقول لهم. فالحكومه كانت دائما عشان جايز يكون تعجيز، جايز يكون من ناحيه اداريه، يقول لهم طيب انتم لازم يكون عندكم ناظر، جيبوا الناظر وعشان يفتح المدرسه ونحن بعد ذاك نساعدكم. فكانوا بيلجوا للمدارس الاهليه، سواء الاحفاد او المدرسه الاهليه في مدرمان، اللي هم دول كانوا الكبيرات الاثنين. الكلام ده يعني في الاربعينات وكده، في بداية الأربعينات. فكانت الأحفاد بتنتدب مدرس من عندها، أو الأهلية تنتدب مدرس من عندها على أساس أنه يكون الناظر أو الزول اللي بيمشي يفتح المدرسة، وبيتحملوا هم الراتب بتاعه كان. فده كانت يعني في الحكاية دي مستمرة. والأسة دي احنا يعني برضو في كليات فتحت في الأغاليم أهلية، ساعدناها باننا انتدبنا لها ناس، ساعدناهم في المناهج بتاعتهم وهكذا يعني. بروف، يعني ننتقل لمحطه اخرى بتتعلق بك. الدراسات العليا كانت في جامعه كاليفورنيا سانت باربرا تقريبا. ليه اول حاجه امريكا؟ يعني عشان انت درست في الجامعه الامريكيه في بيروت وعجبك النظام التعليم الامريكي، ولا لماذا امريكا بالتحديد؟ والله يا اخي شوف، هو ده جايز يكون بسبب برضو، لكن انا اديك خلفيه عن المساله كلها. انا درست في الجامعه الامريكيه في بيروت، درست تاريخ وعملت دبلوم بتاعي اديوكيشن مع التاريخ، وعملت ماجستير في التاريخ. بعد ذلك لما جيت للاحفاد، في الاحفاد طبعا كليه جامعيه ما كان فيها تاريخ، فكان لازم اغير الخط بتاعي. فعشان كده مشيت درست عملت ماجستير ودكتوراه في علم النفس التربوي، بالخلفيه بتاعت الدبلومه بتاعت التربيه اللي موجوده فينا عملتها ببيروت. التعليم في امريكا فوقه مرونه اكثر من هو يعني الواحد يعني الخلفيه بتاعت التاريخ غيرتها كومبليتلي يعني، ومشيت لحاجه ثانيه يعني. دي مثلا في 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 انجلترا اصلا كان المتاح يا انجلترا يا امريكا، لانه اللغه بتاعت الانجليزي يعني ما كان ممكن امشي بحل ثاني. بعدين الحاجه الثانيه برضو كانت التمويل بتاع، فكانت في منح من حكومه السودان لامريكا. انا درستها على حساب حكومه السودان، الجامعه على
الجامعه الدكتوراه في الماجستير. احنا هنجيب معاك في المحطه دي ونطلع لفاصل قصير ونعود من بعده، كونوا معنا.